لقيته مرمي على الزراعية. اربط الرباط، اربط، عمليها محروس زي ما قال لك سي حسن. مرمي على الزراعية، لا شغلة ولا مشغلة. عرفت اللي حصل لفوزية؟ عرفت، كان الله في عونها، ربنا يقدرها بقى على اللي هي فيه. طب يا راجل، مش كان واجب عليك تزورها؟ دي مرتك. مرتي، صح، مرتي بالامر. تعدل في كلامك، يلا والله هتطلع من هنا على ظهرك. انتوا جايبيني عشان تموتوني ولا ايه؟ محروس، موتك ايه؟ يا راجل، انا بس عايزك تروح المستشفى عشان تزور فوزية. ليه؟ الله، مرتك. الله، مش انت برضو يا ابو الحاج اللي قلت لي انا مش عايزك في الدار ومليش اي صله بيها تاني؟ كلام ده سابق، كلام ده سابق يا محروس، دلوقتي كلام تاني خالص. بكام؟ صدق انك واطي وعايز تتربى من اول وجديد. سيبه يا حسن، سيبه. كمل الرباط، عايز كام؟ اللي تشوفه يا سعادة الباشا. شوف انت بقى، واحد زي هيعيش عمره كله مع واحدة لا مؤاخذة يعني مش خلاص. انت مش كان نفسك يبقى لك بيت انت وفوزية لوحدكم؟ لا مؤاخذة يا ابو الحاج، فوزية ليها كتير وانا جوزها، وشوف بقى التضحية الفظيعة اللي انا هعملها اللي سعادتك ما تقدرش عليها اصلا. ماشي ماشي يا محروس، وروح لفوزية زرها، ولو حسن قال لي انك رضيتها انا هظبطك. خدامينك وتحت رجليك، وبعدين يعني انت ظبطني وانا فوزية دي في عينيا. قدامي، صد قدامي، يلا فو واطي.